التقى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية اليوم مع سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية وذلك خلال اجتماع قمة مجموعة البريكس التي عقدت في مدينة قازان في روسيا الاتحادية أعرب فخامة الرئيس الروسي عن بلغ شكره لمشاركة مملكة البحرين في أعمال القمة وكلف فخامته وزير الخارجية بنقل تحياته وتقديره لصاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنيات فخامته لهما بدوام الصحه والسعاده ولمملكه البحرين المزيد من التقدم والازدهار. من جانبه نقل الدكتور عبد اللطيف الزياني الى فخامه الرئيس فلاديمير بوتين تحيات وتقدير جلاله الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وتمنياتهما لفخامة الرئيس بموفور الصحة والعافية ولروسيا الاتحادية وشعبها الصديق دوام النماء والازدهار معربا عن سعادته بمشاركة البحرين في أعمال قمة مجموعة البريكس في إطار ما يربط بين البلدين الصديقين من علاقات تاريخية وثيقة منوها بما حققته القمة من نتائج طيبة